ومن العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. وإلى أزمة سد النهضة، حيث جدد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري تأكيده على قلق مصر من توجه إثيوبيا للدفع ببدء ملء سد النهضة قبل اكتمال الدراسات الفنية، مؤكدا على أن هذا التوجه أبداه الجانب الإثيوبي خلال المفاوضات. وأشار عبد العاطي خلال لقائه عددا من السفراء الأجانب والعرب والأفارقة بوزارة الخارجية إلى أن مصر تجدد دعوتها للجانبين الإثيوبي والسوداني للقبول بالمقترحات التي قدمتها، قائلا لا صحة لما تردد بشأن وقف مصر مسار الدراسات الفنية الخاصة بسد النهضة. للتعليق على هذا الخبر وما لدينا من أخبار، بنرحب في الاستوديو بسيادة المستشار عبد المعطي أبو زيد، خبير الشؤون الدولية والمحاضر بمركز إعداد القاعدة. أهلا بك سيادة المستشار. أهلا يا فندم حضرتك. سيادة المستشار، سؤالنا إليك بشكل مباشر، يعني هل هناك جدوى من هذا الحديث، وكيف ترى الإعلان عن زيارة وزير الخارجية سامح شكري إلى إثيوبيا الأسبوع المقبل؟ هناك جدوى من الحديث، نعم يجب أن نستمر في الحديث ويجب أن نستمر في المفاوضات. زيارة الوزير سامح شكري لإثيوبيا زيارة مقررة منذ الأسبوع الماضي، هدفها الأساسي الترتيب لزيارة رئيس وزراء إثيوبيا لمصر المقررة أيضا في النصف الثاني من شهر يناير القادم. زيارة رئيس وزراء إثيوبيا يعني زيارة متفق عليها منذ وقت طويل، وفي إطار اللجنة العليا المشتركة المصرية الإثيوبية. العام الماضي تقرر أن هذه اللجنة تعقد سنويا برئاسة أعلى منصب في القيادة السياسية، يعني رئاسة الجمهورية عندنا، ورئيس وزراء إثيوبيا من الجانب الآخر. ولكن دائما لقاءات القمة وزيارات القمة يجب أن يعد لها جيدا، لأنه النتائج اللي بتترتب عليها النتائج خطيرة. وبصراحة الشعب المصري بينتظر، إذا لم يصدر عن زيارة رئيس وزراء إثيوبيا لمصر شيء جديد وجيد فيما يتعلق بقضية مياه النيل وسد النهضة، يعني مش هنبقى حاسين انه في حاجة مهمة بتتعمل. في مسارين لسد النهضة او في المباحثات الخاصة بسد النهضة، نعم. مسار فني، وده توقف بعد ما إثيوبيا والسودان زي ما اعلن وزير الري المصري عطلوا الدراسات الفنية، اقترحوا مقترحات لم تكن متفق عليها مسبقا فعطلوا الدراسات الفنية. المسار الآخر هو المسار السياسي، وبنلجأ له لما بيتعطل المسار الفني، وده بالظبط اللي بيتعمل دلوقتي. ولكن الحقيقة أنا بتمنى النهاردة خطوة كويسة أن وزير الري قعد مع سفراء دول أوروبية ودول عرب وأفارقة. لا، مصر في حاجة إلى تحرك دبلوماسي أقوى وأنشط من كده. خلاص قصة المسار الثلاثي اللي احنا ماشيين عليه يبدو أن هي طويلة، وزي ما بيقول وزير الري في الخبر أن إثيوبيا قد تبدأ في ملء السد قبل انتهاء الدراسات الفنية وقبل أن نتأكد من أضراره على دول المصب وبالذات مصر. وبالتالي مطلوب نوع من الضغط الدبلوماسي في كل الساحات الدولية التي نملك فيها علاقات قوية جدا، سواء من خلال منظمات دولية، مش بتكلم عن شكوى ولا محكمة عدل، أنا بتكلم عن ضغوط دبلوماسية، شرح الموقف المصري العادل من هذه القضية. لا شقائنا في كل القارة الأفريقية، لا شقائنا العرب ولهم استثمارات كبيرة جدا في إثيوبيا، وأيضا للعالم الغربي وللصين اللي لها استثمارات في أفريقيا إلى آخره. يجب أو ننتظر تحرك دبلوماسي كبير بالإضافة إلى المسار الثنائي.